انتظمت اليوم بنزل أفريقا بالعاصمة ندوة صحفية لإحياء الذكرى 51 للفاتح من سبتمبر، وذلك بحضور عدد من الأحزاب السياسية والحركات الشعبية. أكثر التفاصيل مع مريم الخميري، نتابع. طبعا احنا اليوم سعداء جدا بأن احنا نحيي هذه الذكرى، ذكرى الفاتح العظيم، العيد 51، وسعدنا جدا بأن من قام بتنظيم هذا الاحتفال العظيم هم أشقائنا من تونس، رؤساء أحزاب وحركات. فإحنا سعداء أيضا بتواجد الضيوف اللي كانوا موجودين في هذا الاحتفال. هذا الاحتفال أكيد يختلف على أي احتفال سابق، لأن هذا الاحتفال إحنا نستولد منه القوة والإصرار والعزيمة على أن ما وقع لليبيا كانت مؤامرة في 2011، وإحنا متصدين لهذه المؤامرة ومستمرين في هذا، في طريق هذا النضال، من أجل أيضا نضالنا من أجل أن يسمع صوت الشعب الليبي. يجب أن نسمع الليبيين ماذا يقولون بعد طيلة هذه العشر سنوات، وبعد ما حصل من 2011 لعند توا. فإحنا سعداء جدا، وأيضا نهني الشعب الليبي وكافة الشعوب العربية بهذا العيد، العيد 51 لثورة الفتح العظيم.